معهد باستير بتونس 120 سنة من العطاء والنجاحات العلمية، حيث تسير الأبحاث والتحاليل بشكل دوري. ففي هذا المخبر المختص في الأمراض الطفيلية يسعى الباحثون إلى اكتشاف تلقيح ضد وباء اللاشمانيا الذي بات يهدد حياة الآلاف من التونسيين. اللي نخدم عليها هو خاصة أمراض اللاشمانيا، اللاشمانيا الحشوية واللاشمانيا الجلدية، ولكن أمراض أخرى ذات أهمية كما الملاريا اللي احنا قضينا عليها في تونس، ولكن زمنا نردوا بالنا باش ما تعودش ترجع على قدر الله، وأمراض أخرى طفيليات أخرى. فيما يخص اللاشمانيا اللي هي تسبب مشاكل تونس، خاصة اللاشمانيا الجلدية، احنا نخدموا على اللاشمانيا الحشوية اللي عدد الحالات ماهوش كبير برشا، ولكن مرض مخطر يهدد حياة الأطفال، يمس خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات في بعض مناطق من الشمال وخاصة الوسط. عنا بحوث على تحسين التشخيص وتقليص المدة متاع التشخيص تاع المرض هذا باش نحسنوا الدواء ونحسنوا ونقلوا من الوفيات اللي تنتج عن الليشمانيا الحشوية. وفي الليشمانيا الجلدية اللي هي مشكلة كبيرة العوامل الأخرى في تونس، عدد الحالات يتراوح من مئات إلى آلاف، موجودة خاصة في الوسط وفي الجنوب التونسي. ومع اقتراب فصل الصيف يزداد قلق الباحثين من انتشار المرض، إلا أن التحاليل المخبرية تؤكد اقتراب المعهد من اختراع التلقيح في غضون أيام. هو المرض هذا ينتقل في الصيف وقت تسخن الدنيا، وماهوش ناموس هو اللي ينقل، هذا هو ذبابة الرمل، هي ماهيش ناموسة، مي وشويشة تتشابه للناموس، مي ماهوش ناموس، وهي مقاومتها أصعب من الناموس، خاطر الناموس مثلا عنده أنستاد اللي هو في الماء، دونك نجمو نقاوموه نعرفوه فين يتكاثر، هذايا ذبابة الرمل ما تستحقش للماء، دونك مقاومتها أصعب، وعلى ذلك هو مقاومة الليشمانيا بصفة عامة صعيبة، ولكن عندنا تو معلومات، عندنا معرفة ميدانية بالمرض. وإن شاء الله عنا برنامج وبالتعاون مع المتدخلين الكل باش نواجهوا المرض ونقاوموه بالإمكانيات اللي عنا زادة. يطرح كل ما يخص المرض، كيفاه ينتقل، الخوازن نتاعو، كيفاه التشخيص، الحالات كيفاه تظهر، التوسع الجغرافي نتاعو في موجود، برشا معلومات باهية، وهذه يصلح ديما خاصة كي يبدأ باللغة العربية المبسطة يصلح. وفي هذا الجناح تشهد البحوث في أمراض الدم السرطانية والوراثية تقدما علميا ملحوظا، فقد لجأت بعض الدول الغربية إلى هذا المخبر لإجراء تحاليل ضد أمراض مستعصية. التجهيزات الكافية اللي أن احنا نجم نوصله إلى عدة أشياء تضاهي النتائج اللي نتحصلوا عليها معنا في بلدان أوروبية. أنا في المختبر نتاعي يبعثوا لي بفضل الأحيان تحاليل من فرنسا باش نعملوا التحاليل نتاعنا في تونس، يعني ما انا ماهيش حاجه، لان احنا ما عندنا حاجات احنا مختصين فيها، وعندنا معنا مثلا معنا الجزء اللي مختص بتشخيص لوكيميا الدم، معناها سرطان الدم، فالاستاذه اللي متكلفه بالجهه هذه يجوها معناها من كل جهات افريقيا، خاصه من الجزائر، من ليبيا، من افريقيا. نفس الشيء بالنسبه لنا احنا. النجاحات، أول نجاح نحقوه اللي احنا توا نخدموا
كما النطاق العالمي، معناها التشخيص يقع تبعا لشنو قاعد يصير في العالم. ديجا هذا النجاح الاولاني، معناها اللي احنا الحمد لله المرضى نتاعنا في تونس محظوظين، خاصه امراض الدم السرطانيه اللي يداووا بصفه كما احنا نقولوا بروتوكولير انترناسيونال، معناها تقريبا بصفه كما يداووا في البلدان الغربيه. وفي هذا الملتقى يلتقي كبار الباحثين التونسيين مع باحثين فرنسيين للتباحث حول آخر الاختراعات العلمية الصحية، وسط استياء تونسي من نقص تشجيع الدولة لمشاريع البحث في البلاد. ده معناها برامج اللي هي ممولة من طرف أجنبي، من أمريكا، من فرنسا، من الدول الأوروبية، من عدة، عندنا 17 إن مؤسسة، مش مشروع، لا عندنا 60 مشروع حاليا ممولين من 17 طرف. مثلا نقول احنا المجموعة الأوروبية هو طرف، الأمريكا هي طرف ثاني إلى آخره، فما 17. فما من المشاريع البحث الكبار اللي موجودة في معهد باستور هي حول الأمراض المتناقلة، وخصوصا فما مرض اللي باستور معناها معروف به توا والعالميا، هي مرض الليشمانيا. لكن فما مشاريع أخرى في ميدان كما قلت لك قبيلة، التوكسين، السموم متاع الفيبير وسكوربيون، وفي التطوير التكنولوجي فما مشاريع تهم الكانسير، فما مشاريع تهم الأمراض الفيروسية، مشاريع تهم أمراض الدم، مشاريع تهم الجينيتيك، الأمراض الوراثية. البحث على مستوى الأفراد هو متقدم جدا في تونس، ونعرف هناك عديد المتابعين للأبحاث العالمية، تجد عدد كبير من الباحثين في تونس اللي هما في درجة معينة من البحث. أربعون بالمئة من وحدات البحث في تونس هي في ميدان الطب، وقريبا مراكز بحوث شبابية في كل المستشفيات والكليات، ذاك ما تقوله وزارة الصحة التونسية. مخابر ووحدات البحث موجودة في كامل الكليات الطب وكامل المستشفيات، اللي هم ديما يحاولوا يجاوبوا على طلبات صحة التونسي. نحاول نعمل بحوث موجهة إلى صحة التونسي مع علاقات دولية اللي نعملوها في نطاق بحوث دولية، ما نحاولوا نتجهوا إلى تشجيع الشاب التونسي، وباش نحاولوا نخلقوا هذوما المراكز في المستشفيات وفي الكليات اللي هما يساعدوا الشاب التونسي في ميدان الصحة، تعاونوا على أنه يبرز الفكرة بتاعه وتسهلوا طريقة العمل فيها. بنسق بطيء تسير الأبحاث العلمية في تونس، فرغم النجاحات المسجلة فإن الباحثين يطالبون السلطات برصد ميزانية ضخمة للنهوض بأفاق البحث العلمي في البلاد.